السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متتبعي قناه فوتوغرافيا العياديه وقناه كاميرا العياديه على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب. اليوم كنتواجدوا هنا بالضبط، هذه هي تعاونيه الحليب هنا في تينغير لبرون بوان خلاص اللي حداها. هذا هو الطريق اللي كتدي جهه خلاص، راكم عارفين هنا. المهم علينا اللي عندنا به غرض هو هذا البروجي، هذا كما كتشوفوا هذا صناك ماكولات خفيفه. مرحبا بكم، هذا هو البروجي ديال واحد الشاب من شباب يعني المدينه ديال تينغير هنا. عجيب مشروع صراحه كيبان لي ناجح، فيما مشيتي كتلقى بحال هذا المشروع هذا ناجح. ولكن اكيد شكون اللي كينجح المشروع؟ هو المثابره والجد والاجتهاد ديال مول المشروع. على اي المشروع على برا هو هذا السياره هوندا يعني حولها بهذه الطريقه هذه. تعالوا تشوفوا المشروع كي داير من برا، هو هذا عجيب. فكره صراحه، فكره معتبره وفكره زوينه. منها طوموبيل كدي بلاصه بها، ومنه مشروع كيترزق منه يعني الشاب. عجيب. على عين نشوفوا المشروع تاني من الداخل. هذا هو الكونتور ديال المشروع هو هذا. اكيد السلعه هي هذه ما شاء الله، اللهم بارك. نشوفوا الشوايه هي هذه، ثم المشروع من الداخل هو هذا، فقط غير كونتور. جوج كونتورات ياك، جوج كونتورات. الله اكبر، هذا هو المشروع من الداخل ما شاء الله، اللهم بارك. هذا في حاله يعني كاينه الشتاء كيستعن بهذا الفورنو هذا الصغير. على اي غادي نشوفوا الشاب يعني فين جاتو فكره وبشحال تقام عليه هذا المشروع هذا. شحال يعني تقام عليك هذا المشروع هذا تقريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للتكلفة ديال المشروع تقريبا شي 7 ملايين. 7 ملايين كلشي، فيها كلشي، بطاقة شمسية كلشي. كاينة الطاقة الشمسية؟ الطاقة الشمسية اللي هي كتخدم هادي. جوج ثلاجات. جوج ثلاجات؟ كاينة هادي ديال الريب. ثلاجة ديال الريب خاصة ديال الريب. مازال إن شاء الله غنزيدو الريب وغنزيدو عواصر صلاة فروي. وخير زيد حتى العواصر ان شاء الله مع الصيف غنزيد واحد. هي قول لي كتفكر تطور المشروع صافي ضروري ان شاء الله. يا واسر مزيان، الله يمسيك. كي جاتك الفكره ديال المشروع؟ منين جاتك الفكره؟ بالنسبه للفكره من الاخ ديال الاخ مصطفى الصديق ديالي، ملي كان اللي ديجا درتي ليه الروبورتاج حدا الثانويه زيد احمد، هو اللي عطاني الفكره، عطاني بزاف ديال ديال الافكار. مول الخرينغو ياك، مول الخرينغو مصطفى، مول الخرينغو دابا في مكناس. مزيان، نتمنى والله الخير ان شاء الله. خير تقريبا. انا شحال انت كتوجد المشروع شحال الوقت تقريبا؟ انا خاصك تقريبا باش توجد لي بالنسبه للمده ديال المشروع تقريبا شي شهرين ونص. شهرين ونص انت كتوجد؟ شهرين ونص وانا كنجتهد باش يكون في هذا المستوى هذا. اكيد يعني انا المشاهد غادي يعرف كل صغير، غادي يبغي يعرف كل صغيره وكل كبيره على المشروع. تقريبا الوريقه ديال الطوموبيل شحال كيتقاموا؟ بالنسبه للهوندا كاين الهوندا، هوندا بحال نقل بضائع وانا كنرجع حتى انا صناك متنقل شي 4000 درهم تقريبا. غير لاسورانس، غير لاسورانس، لاسورانس 4000 درهم. ايه 350 درهم ديال الفيزيت و 350 درهم ديال الضريبه زائد الرخصه، مصاريف ديال الرخصة. بالنسبة ل راك عارف يعني هاد الغلا هذا اللي كاين، كي دايرة الحركة مع هاد الغلا هذا؟ بالنسبة للموجود داكشي علاش حتى حنا درنا الثمن المناسب 5 دراهم، ما بغيناش نزيدو عاد ثاني في 5 دراهم. علاش؟ 5 دراهم النص. واش كتنصح يعني الشباب ديال هاد الوقت؟ عندي الشباب ديال الوقت أكثرية كلشي تيفكر في الهجرة، كلشي باغي يمشي شحال هما زعما طرحات عليا بزاف الاصدقاء، بزاف ديال الاصدقاء طرحوا عليا باش زعما الهجره كذا، نمشيو لتركيا.
ولكن ما مسلكاش وما ما بقى لنا جيش. ما احسن نبقى في البلاد نستمر في البلاد. كلمة أخيرة مرحبا بالسلام. الله يحفظك، تحياتي، شكرا. الخوت كما سمعتوا من مول المشرى، المشرى تقريبا تقام عليه ب 7 المليون بالطوموبيل ديال الهوندا كما كتشوفوا، الوريقه ديالها تقريبا 4000 درهم. المشروع كما كتشوفوا هو هذا، تبارك الله، كما كتشوفوا هو هذا. السيد حاليا كيتواجد في تينغير، كيتواجد هنا بالنسبه للسكنه ديال تينغير. السيد فين كيتواجد؟ كيتواجد جهه التعاونيه، جهه التعاونيه ديال الحليب. كنتمنى تشجعوا الدري، يلاه المشروع ديالو بدا. عنده النصوصه كيبداهم من 5 دراهم، بغيتي ثاني دير ديال 6 دراهم، ديال 7 دراهم، ديال 10 دراهم، المهم المهم انت وجهتك. المهم النص كيبدا من 5 دراهم. مشروع كنتمناو للدري يعني النجاح، وكنتمنى تشجعوه شخصيا، خصوصا الساكنه ديال المدينه ديال تينغير.